طيب خلينا نروح نشوف فيديو ونرجع تاني. احنا في طريقنا للأقصر وهنجرب قطر النوم لأول مرة. ده بقى شكل الكابينة من جوه. أول ما بتخش الكابينة تشوف بقى القصة دي كلها. عندك بقى المكان اللي فوقيك ده المفروض ان ده سرير بيتفتح. ده المكان بقى اللي انت بتقعد عليه، يعني مثلا لو انت عايز تقعد او تستريح تاكل او تشرب او كده تقعد بقى هنا. وهنا بقى المفروض اللي فوق ده سرير بيتفتح، يعني من خلال البتاع اللي فوق ديت كده بيجي الراجل المسؤول عن العربيه بيفتح لك بقى السرير، ينزل بقى السرير وايه تنام فوق. الكابينه عشان انا حجم كبير شويه فحاسس انها صغيره او ضيقه شويه، بس كمساحه هتقضي فيها وقت 12 ساعه من القاهره للاقصر اعتقد انها مساحه كافيه جدا ان انت تقدر ان انت تعمل فيها كل اللي انت محتاجه. تعالوا بقى نكتشف ايه اللي موجود جوه الكابينه. حاجه جميله جدا بقى ان انت عندك مخرج شحن للكهرباء، يعني لو انت معاك اللابتوب بتاعك او عايز تشحن موبايلك ففي مخرجين هنا للشحن، تقدر ان انت تحط حاجتك وتشحن عادي جدا. المفروض بقى ان الحته اللي فوق ديت دي اضاءه، يعني تزود الاضاءه في الكابينه، بس هي للاسف مش شغاله. حاطط لك بقى حاجه ظريفه جدا، شمعتين كده حمراء ماركه ميد ستار، بحيث ان انت لو عايز الجو مثلا في الكابينه بقى حر شويه عايز تقلع الجاكيت. وده اللي انا بدات احسه دلوقتي، يعني الكابينه دافيه مش حاسس خالص بان المكان ساقع. وطبعا ده لان هم عاملين تكييف اير كونديشن مظبطين ان هو يكون دافي عشان احنا في الشتاء دلوقتي. فهنا بقى في ايه؟ في هنا حاطط لك صابونه، صابونتين، ولو انت مثلا معاك ازازه ميه بتاعتك او حاجه تقدر ان انت تحطها في المكان ده، او لو معاك مج او حاجه برضو تقدر ان انت تحطه في المكان دوت عادي جدا. هل ده بيتفتح ولا مقفول؟ اعتقد ده مقفول. انا شايف بقى هنا موجود غطا، فتعالوا نشوف ايه اللي موجود تحت الغطا ده. تفتح بقى الغطا كده، موجود جوه الكابينه حوض عشان خاطر لو انت عايز تغسل وشك، عايز تتوضى، تقعد طبعا هنا 12 ساعه فممكن هتنام وتصحى، فعايز تغسل وشك، عايز تبعد عن زحمه الحمام اللي في القطر او كده، فعندك مجال ان انت تغسل وشك. يعني الميه ده اسلام، انت اكتشفت قطر النوم ده ازاي؟ والله انا كنت شفت فيديوهات كتير عن قطر النوم، ويعني شفت ناس نقلوا تجربتهم من جوه قطر النوم، فكان عندي فضول اعرف هل التجارب دي حقيقيه او هل هو زي ما انا شفت في الفيديوهات ولا لا، فحبيت ان انا اروح واجرب واشوف التجربه كلها كامله بنفسي. يعني هو فين مكانه بالظبط؟ هو انا خدت القطر النوم من رمسيس، من محطه رمسيس لحد الاقصر، يعني هو بيطلع من رمسيس للاقصر والاسوان، بيكمل الاسوان برضه. وكم ساعة من رمسيس للأقصر أو أسوان؟ أعتقد 12 ساعة، ممكن 12 ساعة ممكن أقل. بس حجمه بياخد شخص واحد؟ لا بياخد شخصين، يعني هي الكابينة اللي أنا كنت فيها ديت كانت بتاخد شخصين. أنا بس حسيت هو إن أنت كنت قاعد مزنوق فيها قوي فعشان كده افتكرت إن هو شخص واحد. لا لا لا، ده هي الشخصين، المكان اللي فوقي أصلا دوت بيبقى زي سرير بيتفتح هو كمان، فبيبقى الموضوع حلو يعني. وهي لا مش ضيقة، ده هي والله يعني كانت مريحة والدنيا كانت حلوة، يعني قضينا وقت كويس جدا. والله حاجة لازم نجربها، أنا شخصيا ما كنتش عارفة عنها. لا لا، ده هو لطيف خالص، يعني حتى في طريق للأقصر فالدنيا بتبقى جميلة يعني.